لواء أركان حرب عصام عبد الخالق الشيخ مدير المركبات. جناح مجمع الصناعات الهندسية يا فندم بيتكون من 12 مركبة مدرعة، 8 يا فندم بالعرض الخارجي و4 بالعرض الداخلي. تصميم جميع المركبات يا فندم بمجمع الصناعات الهندسية، وروعي عند التصميم يا فندم التنوع في المواصفات الفنية والتكتيكية بما يتوائم مع المتطلبات المختلفة للقوات المسلحة. جميع المركبات يا فندم مزودة بمنصات إطلاق ذاتية الحركة، مثبت عليها رشاشات بأعيرة مختلفة، وكذا أجهزة رؤية ليلية. جميع المركبات يا فندم مزودة برام فلات سيستم. تم إنتاج هذه المركبات يا فندم بالقدرات التصنيعية لمجمع الصناعات الهندسية وبالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع. المركبة تمساح 3 يا فندم تم تصميمها يا فندم بالتعاون مع شركة AM General الأمريكية على شاسيه هامر 4x4، وتحقق مستوى حماية بلاستية BR6 وعدد الطاقم 6 فرد. المركبة تمساح 4 يا فندم تم تصميمها بالتعاون مع شركة مرسيدس الألمانية على شاسيه مرسيدس 4x4، وتحقق مستوى حماية بلاستية BR6 عدد الأفراد 8 فرد. المركبة شربة يا فندم مصرية الصنع، تم يا فندم تصميمها بالتعاون مع شركة أركوس الفرنسية على شاسيه رينو 4x4، وتحقق مستوى حماية بلاستية BR6 عدد الأفراد 6 فرد. وأخيرا يا فندم أحدث ما تم تصميمه بمجمع الصناعات الهندسية المركبة تمساح 6، والتي تم تصميمها يا فندم بالتعاون مع شركة نيفستار الأمريكية على شاسيه نيفستار 4x4، وتحقق مستوى حماية حتى BR7 واستنك فور يا فندم. وأي أوامر يا فندم؟ رحب بسيادة الفندم السادة وزارة الإنتاج الحربي اللي بتعرض على سيادتك النهاردة 59 منتج، 6 منتجات في الساحة الخارجية و53 منتج داخلي. بنبدأ في أقصى اليمين هنا سيادتك منظومة الكهرو بصرية حورس واحد، واللي تم تزويدها بكاميرات نهارية وحرارية حتى مدى كاشف 5 كيلو فم. ثم بيليها الطائرات، منظومة الطائرات الهدفية عرابي، واللي بتستخدم في قيادة القوات الجوية لتدريب الأطقم على المدى القصير والمتوسط. ثم مراكز قيادة كتائب الرادار والصواريخ فندم، اللي بتبقى مسؤولة عن تجميع البيانات ودفعها للمستوى الأعلى. في الاستاند اللي قدام سيادتك هنا بعض أنواع الأسلحة الصغيرة والمتوسطة وذخيرتها، وكذلك قاذف القنابل الأحادي والسداسي والمتعدد فندم. كذلك بنعرض الرشاش المتعدد 7.62x51، ثم الوقود الصاروخي والعبوات الدفع بعد الأعيرة. ومستاذ حضرتك ان بنعرض من أهم منتجاتنا الحمد لله اللي قدرنا ننتجها لأول مرة على مستوى مصر بالتعاون مع أكبر شركة لإنتاج الصلب في مصر، وهو الصلب المدرع، وبننتجه بسمكات من 4 ملي حتى 15 ملي بمستويات حماية من 7.62x39 حتى 7.62x54. والحمد لله قدرنا أول مركبة مدرعة تستخدم هذا الصلب في مصر هي النسخة الثانية من سينا 200 اللي موجودة قدام سيادتك، اللي تم تعديل بعض مواصفاتها طبقا لمطالب إدارة سلاح المشاة في القوات المسلحة. وبنستأذن حضرتك في وجود وتشريف حضرتك إن إحنا نعلن عن أول راجمة صواريخ في مصر رعد 200 يا فندم. المركبة دي يا فندم تم تصميمها وتصنيعها بيد مصرية خالصة في الإنتاج الحربي. هي مزودة بمحرك 385 حصان، بتحمل قاذف صواريخ 122 ملي، بيتم التحكم داخليا من الكابينة كهربيا يا فندم. نظام الرماية أحادي أو بنظام الرشقات، الكابينة مكيفة، تم تجربة المسير عليها بنجاح، وتم تجربة رماية، وإن شاء الله بنوعد سيادتك إن دايما هيكون في منتجات جديدة وقيمة من الإنتاج الحربي. أي أوامر يا
في أطفال 57 متري على حالة ومجموعة مركز القيادة والسيطرة الآلي المتحرك وساعات المهام لا يمكن السيطرة على أعمال الأستاذ والقوات والأمين الجوي والهدوء والمنشآت الهامة. مركز يا فندم صمم وصمنا بنسبة 100% للعلاج المصري. عرفت بعض الشباب المصفحة قلوة وهذه العروة يا فندم تم تصليحها ولأول مرة في مصر داخل مصانع الهيئة العربية للتصنيع وبمستوى حماية بيفور وتلبي احتياجات وزارة الداخلية المصرية وبدرجة ممنعة حتى 67 في 39 وبها العديد من التجهيزات التي تلبي مطالب وزارة الداخلية. وبامتدادنا لهذه القدرة يا فندم احنا بإذن الله سبحانه وتعالى قادرين على إضافة أي تجهيزات إضافية تنفع لرب العالمين. منظومات مجابهة الطائرات المسيرة والإعاقة الإلكترونية وبالتعاون مع عناصر الجهوز الفنية للقوات المسلحة تم تصميم وتصنيع منظومات مجابهة الطائرات المسيرة حتى المستوى التعدوي بالإضافة إلى تصنيع جهاز مجابهة الطائرات المسيرة لتأمين القمع البحرية على المدار المختلف وتصنيع أجهزة الاستطلاع والإعاقة اللاسلكية. جهاز الكشف والقياس الإشعاعي المصري الجديد وده يا فندم ثمر التعاون بين عناصر القوات المسلحة التخصصية والهيئة العربية للتصنيع. وده بيوصف مثل هذه الأجهزة بتصنع لأول مرة في مصر. الجهاز ده يا فندم انتجنا منه طرازين، الطراز الاول يخدم الاستخدامات العسكريه ويعمل على مستوى الكتيبه وما يعادلها، الطراز الثاني يا فندم بيخدم التطبيقات المدنيه والاستخدامات المدنيه في الممالك والمطارات والمنافذ الحدوديه للكشف الاشعاعي على الوالدات بالاضافه الى استخدامه داخل المستشفيات. وتبقى التوجيهات ذات يا فندم تم التعاون مع شركة دارسو الفرنسية لإنتاج بعض أجزاء الطائرات لشركة دارسو الفرنسية في مصانع الهيئة العربية للتصنيع. وامتلاكنا برضه يا فندم لهذه القدرة بيأهلنا بقوة للدخول في سلسلة الإمداد العالمية في صناعة الطائرات. قامت شركة دارسو الفرنسية بعرض هذا الجزء في معرض لابورجيه بفرنسا خلال هذا العام. وإن شاء الله يا فندم مقام سيادتك احنا مستمرين وتبقى لتوجيهات سيادتك للتعاون مع الشركات العالمية العاملة في هذا المجال. وهي واجبك.
وسهلا بيكوا دايما عندنا على ارضنا ارض السلام. الجناح الوطني لدولة الامارات، معك منى احمد الجابر رئيس مجلس ادارة مجلس الامارات للشركات الدفاعية. حضورنا اليوم يؤكد الأخوة والعلاقة المتينة بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية. زميلي منصور الملا. شكرا أختي منى. مرحبا فخامة الرئيس، نرحب بك اليوم في منصة شركة إيدج والشركات الإماراتية المشاركة في مصنع مؤتمر إيدكس 23، وطبعا مشاركين 159 منتج في شركة إيدج. اليوم وصلنا إلى 159 منتج، 77 منها جاهزة و82 قيد التطوير، وتختلف طبعا من قنابل موجهة إلى مسيرات وغيرها يعني من الحاجات والأسلحة الخفيفة وغيرها. فالحمد لله يعني وصلنا إلى مستويات عالية من الجودة والدقة في عدة المجالات اللي نحن نشتغل عليها. الله يحييك، الله يسلمك، الله يسلمك. مصر والإمارات إخوان وعلاقة متينة، والشيخ محمد بن زايد يحب مصر كثير، شعب الإمارات كله يحب مصر، ومصر هي أمي. تسلم تسلم فخامة الرئيس، مشكور، شكرا. الله يسلمك. اهلا وسهلا. يا مرحبا. اهلا وسهلا. تفضل عليك. سعد سفير تفضل. ابو سعود تكفى. السعودية بتواجدنا ببلدنا الثاني، طبعا تواجدنا مهم جدا هنا لتعزيز التعاون الدفاعي والتصنيع الحربي مع مصر خاصة ومع الدول الأخرى. يمثل أنا أحمد العوالي حافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية، ومعنا شركات، خمس شركات تمثل القطاع الصناعات العسكرية في المملكة، ومنهم شركة سامي شركة حكومية صار لها خمس سنوات والآن من توب 50 في التصنيع في العالم. فإذا سمح لنا رئيس الشركة بيقدم عن السلام عليكم سيادة الرئيس. محمد الحديب طال عمرك، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الأنظمة المرئية بشركة سامي. اليوم تشرف باستضافة سعادتكم أو سيادتكم اليوم في جناح شركة سامي. شركة سامي شركة أسست بناء على توجيه سمو سيدي ولي عهد الأمير محمد بن سلمان لتكون الذراع التنفيذية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في قطاع التنمية أو التطوير الدفاعي العسكري. شركة سامي لها خمس سنوات الآن في التوب 100 كمباني، وحنا نستهدف أن نكون إن شاء الله توب 25 إن شاء الله ب2030. لديها خمس وحدات أعمال في مجال الأنظمة الأرضية والجوية وكذلك الأنظمة البحرية والإلكترونيات الدفاعية والصناعات الدفاعية. جميع وحدات الأعمال تعمل حاليا في بناء قدرات وطنية محلية. اليوم حنا نشرف بالمشاركة في المعرض لتقديم بعض المنتجات التي تعرض التطور والتكنولوجيا اللي حنا تقدمنا فيها. اليوم نستهدف التعاون مع الشركات المصرية في مجال التطوير الدفاعي لبحث فرص عمل، تعاون مشترك نتكامل فيه مع بعضنا لتطوير الصناعات الدفاعية في كلا البلدين بإذن الله. الله يجزاك. أيضا في شركة الزامل والكيميائية في المتفجرات والزوارق، فأسمح لنا فخامة الرئيس تقديم هدية. أهلا مرحبا. اهلا وسهلا بيكوا دايما عندنا على ارضنا ارض السلام. مصر القويه بشعبها
شعبها وأمنها وبجيشها رمز الالتزام. وده يا فندم الطاقم بتاعها مكون من 7 طبيب زائد 2 فرد طبي زائد 4 حالة مرضية. قدرة المحرك يا فندم 300 حصان ومستوى الحماية BR6، وده من إنتاج مصنع قادر على لائق عربية التصنيع. اتفضل يا فندم. طائرة بدون طيار طراز يونيو 30، طائرة استطلاع يا فندم مزودة بمنظومة مراقبة كهرومغناطيسية بتمكن التصوير الليلي والنهاري ومزودة بمنظومة SGA. الطائرة فندم 6 أكتوبر، وده النموذج المطور من الطائرة 30 يونيو. هي أيضا طائرة استطلاع أقصى سرعة ليها 260 كيلومتر، زمن المقاء في الجو 30 ساعة، بتزيد عن الطائرة يونيو. طائرة يونيو 14 ساعة، طائرة 6 أكتوبر 30 ساعة بمدى عمل 240 كيلو وأقصى سرعة 260 كيلومتر على الساعة. أمام سيادتك يا فندم الطائرات الهدفية طابة 1 وطابة 2، تستخدمها قوات الدفاع الجوي لأن لها القدرة على اكتشاف وتتبع الأهداف الجوية، ولها القدرة أيضا في تدمير القوات الجوية. المدايات يا فندم مختلفة، سرعة الطائرة طابة 1 500 كيلو، زمن البقاء في الجو 50 دقيقة، أقصى ارتفاع لها 6 كيلومتر. بالنسبة للطائرة طابة 2 أقصى سرعة لها 850 كيلو، زمن البقاء في الجو 8 ساعة وسرعة 260 كيلو. طائرة أحمس طائرة استطلاع مدى 240 كيلو، أقصى سرعة 260 كيلومتر على الساعة، الارتفاع 7000 متر. أي أوامر يا فندم؟ أطلع من ساعتها. مع بعض نقدر كلنا نحمي الشعوب، نحمي الشعوب لأن ده من حقها. سلام حياة، سلام أمان، سلام على مر الزمان، سلام بقوة مش بضعف وخوف كمان. Okay.
artillery gun with 3D. You just saw was digitizing at multiple windows, capturing features where they're easiest to identify. Let's take a look at all the features that we captured about this facility. And they are always a pleasure to have you here in Egypt. It's great. We and always our cooperation with you. Long-standing strategic relationships. Sir, F-16, she went there. We thank you very much for that. We hope that the cooperation will continue to be in the role of the F-16 and the C-130. He always wishes you the best in your life and your work. Thank you very much. Oh.
أحمي الشعور.